طيب لو رحنا برضو تحديدا كده وسألتك عن المكونات الخاصة بهشاشة العظام، وفي نفس الوقت الفكرة هنا ان انا يعني انشط الجسد، يعني انشط الجسم، انشط صح. العضلات بتاعتي، ايه الفيتامينز اللي موجودة داخل تحديدا الب مالتي فيت اللي ممكن تشتغل على العنصر ده؟ لو هتكلم في الاول في هشاشة العظم محتاجة دكتور على طول. ألب مالتي فيت مش علاج لهشاشة اه العظم. ده لو وصل للليفل ده بقى. لأن هشاشة العظم بيحتاج كمية كالسيوم كبيرة جدا، والكمية دي الدكتور اللي بيقولها. ألب مالتي فيت داعم لتكوين خلايا العظم، فباخده عشان أحاول أعمل حماية كستاب قبل ما لا قدر الله نوصل لهشاشة العظام. لو هتكلم كمان ألب مالتي فيت الحلو اللي فيه زي ما قلت يا نهاوند النشاط والطاقة، فيتامين بي. فيتامين بي لازم اخده يوميا. كومبلكس بقى. كومبلكس. انا خلاص بقيت دكتوره والله. أيوة. بي كومبلكس ده اللي هو العائله كلها. العائله كلها بالظبط. يمكن بتلاقي مكملات غذائيه موجوده في الصيدليات فيها فيتامين بي، بس هتلاقي واحد منهم مش موجود. انا عندي فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و7 و9 و12. 7 اللي هو بيوتين، 9 الفوليك اسيد، ال 12 الكوبالامين، و1 و2 و3 و5 الثيامين والرايبوفلافين والحاجات دي. الحلو في ألب مالتي فيت انه لامم فيتامين بي كومبلكس كله. طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشه البيوتين اللي هو فيتامين بي 7 موجود داخل ألب مالتي فيت، داعم للتمثيل الغذائي. طاقه، عايزه طاقه يعني عايزه تمثيل غذائي، فالبيوتين داعم للتمثيل الغذائي. والبنات اللي بتشتكي من سقوط الشعر بقول لهم استخدموا ألب مالتي فيت ما دام ما عندكيش مرض يؤدي الى سقوط شعر. هتستخدمي ألب مالتي فيت في بيوتين، في زنك، في بيوتين وزنك وفيتامين بي، كل الحاجات دي مهمة جدا لعدم سقوط الشعر.